القناعة كنز دائما أنا أحكي بها، لأن يعني شنو يجينا أقول الحمد لله والشكر. من تكون قنوع تحس الشغلات الحلوة كلها تجيك من حيث لا تشعر. بتحس يعني أنت بحياتك خلاص حققت كل أحلامك، وصلت للشيء اللي كنت دائما بتحلم توصل له؟ لا بعد. بما أنه أنت قنوع. صح أنا قنوع، وقلت لك شنو اللي جينا اقول الحمد لله والشكر، بس هدفي بعدني ما وصل، يعني بعدني ما بديت. وهالشيء اكيد، فمحمود ابتدى بس من حوالي 9 سنين، وقدر خلال هالوقت يلحن لنفسه لكثير من زملائه الفنانين ويقدم العديد من الهيتس. وحتى ازمه فيروس كورونا ما وقفت محمود عن تحقيق احلامه. انا استغلتها بهواي امور، يعني قعدت اتمرن، اكو شغلات لحنتها لي كلش حلوه، وان شاء الله يتم طرحها عن قريب. التهيت أحضر أعمال، لأن تعرفين الأغنية الحلوة هسه في الوقت الحالي شوية صار بها صعوبة يعني ما تحصلها، فالحمد لله والشكر أنا حصلت على نتيجة حلوة يعني بهاي الفترة. وقريبا حيطرح سينجل في مارس، صورها فيديو كليب. خبرنا عن الأغنية شو هي. غزل، بس التفاصيل الباقية خلها مفاجأة. عراقي خليجي؟ أوكي. عراقي. بتفكر تعمل ألبوم؟ إن شاء الله بالأيام القادمة إن شاء الله عندي ميني ألبوم حلو إن شاء الله هم يتم طرحه. متابعينه على انستغرام وخصوصا الفانز لاحظوا شيء جديد على محمود. وزنك نازل مظبوط، قديش ضعفت؟ تقريبا 25 كيلو، لان تعرفين هي فتره كورونا ماكو طلعه من البيت. اوكي. وملتزمين بالحجر، فالتزمنا وظلنا قاعدين، فلازم انت تجيب فتشي تستخدمه بالبيت. فجبنا اجهزه رياضيه وتمرنت، وهاي الفتره كلها انا التمرين وملتزم بالاكل الدايت، والحمد لله شكرا نزلنا هذا الوزن. 25 كيلو بقد ايه؟ كم شهر؟ تقريبا ست اشهر سبعة اشهر. برافو. وبالرغم من كل الانجازات والنجاحات الفنيه اللي قدمها محمود السنه الماضيه، الا انها ما كانت سهله عليه ابدا. سنه 2020 كانت صعبه عليك، وفقدت فيها والدك، منعزيك، منقول لك الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته. كيف قدرت تتغلب على هذا الوقت الصعب؟ شيء اكيد هذا من فضل رب العالمين، ربك يعطيك الصبر ويعطيك النسيان بعض الاحيان، طبعا مو بكل الوقت، فالحمد لله والشكر. على كل حال هاي امر رب العالمين وعلينا. كيف كانت علاقتك معه؟ صديق واخ ووالد وكل شيء بحياتي. اشوف القوه، يعني يعطيني قوه، دائما يصبرني، دائما يقول لي انت قوي، أعرف مجالك الفني صعب، يراد له تحمل، يراد له صبر. الحمد لله والشكر، كان راضي عليه الحمد لله، وكان داعمني وايد.